عشاق الرياضة وعشاق المستديرة الخضراء أينما كنتم حياكم الله إلى حلقة جديدة من الملعب الذي من خلالها نطوف على أبرز الأحداث الكروية محليا ودوليا ونشاهد في هذه الحلقة. نادي التلال يواصل تدريباته استعدادا للدوري المقبل. صقر الحالمة يعسكر في صنعاء ويستعد لخوض مباريات ودية. دوري أبطال أوروبا الجولة الثانية، خطر عدم التأهل يضرب الأندية الكبيرة. حياكم الله. البداية مشاهدين من عدن الباسلة، حيث بدأ عميد أندية شبه الجزيرة العربية استعداداته لخوض منافسات الدوري المقبل والذي أعلن عنه اتحاد كرة القدم في وقت سابق. التلال الذي عزز صفوفه بالعديد من الصفقات يأمل للخروج باللقب هذه المرة. المزيد في سياق التقرير التالي. بدأ نادي التلال تحضيراته استعدادا للدوري المقبل والذي أعلن عنه الاتحاد اليمني لكرة القدم. أولى هذه الاستعدادات كانت بالتعاقد مع لاعبين متميزين هما المدافع عبد الحكيم الشرعبي وكذلك لاعب الوسط الدولي محمد بوكشان. التدريبات المتواصلة التي يخوضها التلال مؤخرا يأمل من خلالها النادي إلى الظهور بمستوى مغاير لما ظهر عليه في البطولة الودية الأخيرة التي خاضها الفريق ضمن بطولة ثورة 14 من أكتوبر. بدأنا الاستعداد لفريق التلال يعني منذ شهرين تقريبا، وبقيادة طبعا الكابتن جمال نظيم والجهاز الفني، طبعا الإدارة برئاسة رئيس النادي الأستاذ حسين، والإدارة نائب رئيس النادي ثقاف وفهمي، والإدارة جميعا بشكل عام يعني قدموا ما عندهم من إمكانيات، رغم أن احنا بصراحة يعني طالبنا الكثير علشان يعني نتعاقد مع بعض اللاعبين الجيدين من الأندية الأخرى، ولكن نحن اكتفينا بصراحة في بعض المحترفين السابقين اللي كانوا معنا في الفترة السابقة. ويعول الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب جمال نديم على المباريات الودية للوقوف على الجاهزية البدنية والذهنية وكذا رفع مستوى التنافس داخل الفريق. ويمني جمهور التلال العريق النفس بأن يكون لاعبو فريقهم في أفضل حالاتهم البدنية للمنافسة على الدوري الذي أعلن عنه اتحاد كرة القدم، خصوصا بعد التوقف الذي امتد لأكثر من 5 سنوات. ويحاول الفريق استعادة أمجاده السابقة والعودة إلى منصات التتويج مجددا خلال الاستحقاقات المقبلة، خصوصا بعد خروجه من المرحلة الثانية للدوري التنشيطي الذي أقيم على الملعب الأولمبي بسيئون خلال شهر فبراير الماضي. وفي عدن أيضا، وتزامنا مع ذكرى ثورة 14 من أكتوبر، توج نادي الميناء ببطولة كرة السلة والتي نظمها فرع اتحاد اللعبة برعاية محافظ المحافظة. البطولة التي شارك فيها 5 أندية وهي التلال وشمسان والجلاء والميناء وكذلك الشعلة. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. حسمت سلة الميناء رسميا لقب بطولة أكتوبر لأندية عدن فئة الرجال، وذلك بعد تخطي منافسه فريق الشعلة بنتيجة عريضة بلغت 79-36 في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة للبطولة والتي ينظمها اتحاد الكرة. هذا واستطاع فريق الميناء الذي أكمل مبارياته في البطولة من تحقيق فوزه الرابع تواليا بعد تقديمه لأداء ومستوى راق في مبارياته الأخيرة مع نظيره الشعلة وكسبه لنتائج فترات المباراة الأربع، وذلك بعد إجادة لاعبيه التصويب من داخل وخارج القوس وتسجيل النقاط تلو الأخرى ليرفع الفارق بينه وبين منافسه فريق الشعلة في نهاية المطاف إلى 79-36 للشعلة بواقع الفترات الأربع. وفي المباراة الثانية التي كان مقررا لها أن تجمع بين فريقي شمسان والجلاء تعثر إقامتها بسبب عدم حضور فريق شمسان،
وإعلان انسحابه من البطولة احتجاجا على قرارات التحكيم في مبارياته مع الميناء في الجولة الثالثة. وأعلنت اللجنة الفنية احتساب نقاط المباراة لمصلحة الجلاء. وضمن معسكره الإعدادي في صنعاء خاض اتحاد إب مباريتين وديتين مع أندية 22 مايو وشعب صنعاء. وفي المباراة الأولى أمام مايو حقق الاتحاد الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد. أهداف أبناء اللواء الأخضر تكفل اللاعب عارف المرغمي بتسجيلها، بينما سجل محمد العبيدي هدف مايو الوحيد في اللقاء. وفي المباراة الثانية تمكن شعب صنعاء من هزيمة الاتحاد الإبي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة وصفت بالمثيرة. ثلاثية الشعب سجلت عبر علاء الصهباني ومجد الحكيمي ويحيى البليط، بينما سجل هدفي الاتحاد هيثم السالمي وغمدان القبلاني. يستمر النادي في خوض مبارياته الودية استعدادا لخوض المنافسات المقبلة. أحد الأندية العريقة صاحب آخر لقب لبطولة محلية قبل التوقف الإجباري بسبب الحرب، قدم الكثير من اللاعبين للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية. صقر الحالمة لا يوجد مكانا للتدريب في تعز، يضطره الوضع إلى الانتقال إلى صنعاء لإقامة معسكره التدريبي هناك. المزيد في سياق التقرير التالي. بخلاف العادة سيحاول صقور تعز هذه المرة التحليق في سماء الدوري اليمني من العاصمة صنعاء، آخر بطل لبطولتي الدوري والكأس في اليمن. بدأ قبل أسبوع ونصف معسكرا إعداديا مغلقا في العاصمة صنعاء تحت قيادة المدرب الوطني الكبير علي محمد العبيدي. في البداية لسه عاد احنا في الأسبوع الأول من فترة الإعداد، وماشيين ما زلنا في فترة الإعداد العام إن شاء الله. تجري على تمرين فترتين صباحية ومسائية داخل معسكر في صنعاء، وبنحاول كمان في نفس الوقت فترة إعداد وبناء فريق من جديد. احنا الآن في فترة إعداد عام، بعد ذلك إعداد خاص وإعداد للمباريات التجريبية فترة تجريب، وإن شاء الله بعدين لما يحدد بطولة الدوري يكمل الإعداد للبطولة. صقور الحالمة يخضعون لفترة إعداد بدنية وفنية على فترتين صباحية ومسائية، يتلقى من خلالها اللاعبون جرعات تدريبية مكثفة هدفها الرئيسي الوصول بالصقور لأعلى جاهزية. ولأن الصقراويين لن يرضوا إلا بالقمة، تعاقدت إدارة النادي مع كوكبة رائعة من نجوم كرة القدم في اليمن، أبرزهم الأنيق حسين غازي والمتوهجان أحمد علوس وأكرم هاجر وصخرة الدفاع محمد مهيوب والحارس العملاق فرج بايعشوت. الحمد لله بدينا الآن باستعداد جيد بالنسبة للفريق، بالرغم من احنا آخر فريق يبدأ استعداد للدوري التنشيطي، والذي لم نعرف متى بيبدأ من أساسه الدوري العام. بدينا بتجهيزات الفريق من فندقة إلى تجهيزات الفريق من جميع الملابس الرياضية. تعاقدنا طبعا مع الكابتن القدير علي العبيدي، وإن شاء الله بإذن الله نكون عند حسن الظن جماهير الصقر اللي تعود منا أن يكون الصقر دائما في المقدمة. ورغم أن النادي يستعد بعيدا عن ملعبه الذي تحول لثكنة عسكرية، إلا أن قائمة الفريق تحتوي على 12 لاعبا شابا من فرق فئاته العمرية. وحتى وإن اختلفت الظروف وتكالبت الأوضاع على الصقر، يبقى الهدف داخل هذا النادي هو الفوز بالبطولات دائما وأبدا. الأجواء الرائعة التي يعيشها الفريق في معسكره هذا لا يعكرها إلا ضبابية الموقف وعدم وضوح الرؤية لدى الاتحاد العام لكرة القدم بشأن تحديد موعد حقيقي لانطلاق بطولة الدوري. وللحديث أكثر حول معسكر نادي الصقر في صنعاء ينضم معنا عبر الهاتف الكابتن علي هزاع. أهلا وسهلا بك كابتن علي. أهلا وسهلا فيك جميع المشاهدين. في البداية كابتن، قد يتساءل الجمهور الرياضي وكل محب لنادي صقر الحالمة، لماذا اختار النادي معسكره أن يكون خارج محافظة تعز؟ والله معسكرك الخارجي كان لأسباب كثيرة، عدم وجود الملاعب في تعز. نعم.
و انت يعرف الجميع انه 5 سنوات من عدم وجود ملاعب متسعة لكل أندية التعز مش إلا لنا احنا. نعم. فحبينا ان يقام معسكرنا في صنعاء لعدة اسباب اهمها وجود ملاعب، وجود أندية ممكن نحن نفعل مباراة تجريبية. نعم. ويكون تسهيل للفريق في كل الأمور يعني ما. هل تواصلتم مع الجهات المعنية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة من أجل استعادة مثلا ملعب النادي في تعز؟ والله هذا نحن تواصلنا مع الجميع يعني مش من محافظة إلى وزارة الشباب والرياضة إلى كل المعنيين، ولكن لم نلقى يعني الاستجابة الصحيحة من المسؤولين عليها، ولكن نحن دائما نتفاعل أن يكون خير إن شاء الله لنا ولمدينة تعز ولليمن عامة. نعم. ما مردود هذا على مستوى اللاعبين على الملعب أو كيف هي أوضاع النادي يعني حاليا بسبب هذا الموضوع؟ أكيد أكيد النادي تأثر كثير في مشكلة في كرة القدم في جميع الألعاب، فنحن دائما عندنا الألعاب دائما هي صاحبة بطولات في كل ألعابنا اللي نحن نعتمدها في النادي، وعدم وجود نادي وملاعبه أكيد النادي بيتأثر كثير في كل ألعابه، ولكن إن شاء الله بإذن الله نحن يعني نستعيد نشاطنا تدريجيا. نعم. في كل أنشطتنا طالما الاتحادات العامة فيها دوري منظم فنحن على استعداد نشارك في كل بطولة. طيب نادي الصقر معروف يعني يعني أنه صقر يعني أن النادي لديه من الموارد الكثيرة ولديه أموال، يعني كيف تجد أنت من يدعم الآن معسكر صنعاء ويرعاه ماليا وماذا بعد المعسكر بشكل عام؟ والله الكل يعرف أنه نحن رئيس النادي حقنا الأستاذ شوقي أحمد آل ونادي الأستاذ رياض الحروي لا يبخلوا على النادي في أي شيء، ونحن هذا المعسكر قدمنا برنامج متكامل لإقامة المعسكر في صنعاء وقلب بعض اللاعبين لتغطية النقص. نعم. اللي فينا. نعم. اللي في الفريق، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله جماهيرنا يعني أن يكون الصف دائما محلق عاليا يعني ما. نعم. كيف رغم الظروف هذه، لكن إن شاء الله كما قلت سابقا نحن دائما نتفائل بالمستقبل إن شاء الله. نعم. لو تحدثنا عن المعسكر الآن الذي أنتم متواجدون في صنعاء، كيف هي الاستعدادات يعني الآن فنيا وبدنيا؟ والله احنا بدينا الاستعدادات من قبل 11 يوم، طبعا الكابتن علي العبيدي هو المدرب المدير الفني للفريق بمعيه الكابتن محمد جلال مدرب حراس واداري فريق محمد جمال. تدريبنا صباحيه مسائيه الاعداد الاول، الاعداد الثاني ان شاء الله ستبقى مباريات وديه مع الفرق المتواجده هنا واللي بتطلع برضه من محافظات اخرى. نعم. المهم والأهم هو متى سيقام الدوري، هذا السؤال سؤال مهم لازم فعلا يطرح على الجميع. نعم. أنت تعرف أنه مش إلا خلي الصقر يكون فيه لا داعمين أهل صنعاء وحدها، لكن بقية الأندية صح من أين تأتي بالدعم، وأنت تعرف أنه لازم يكون فيه استعداد لمعرفة متى سيكون الدوري صح، لكن للأسف يعني للأسف الأندية صامتة والاتحاد لا يعير الأندية أي اهتمام. هناك لائحة هناك لائحة أرسلت إليكم من قبل الاتحاد، ما هي ملاحظاتكم حول هذه اللائحة؟ يا أخي اللائحة هي تنص على أنه لازم هي ملاحظتنا أول مرة نحن مع الأندية، نحن لا نسير بغير السرب يعني سرب الأندية، ولا نقول نصك خلاص ممكن يتخذ موقف مغاير الأندية. نحن التقينا مع أغلب أندية العاصمة ذات إب والحديدة واتفقنا على أن تكون مجموعتين لعبور الأندية يعني القرعة غير موكهة. نعم. هذه ناحية، الناحية الثانية لازم تكون الأمور المالية أهم شيء، الأندية اللي ما عندهاش أي موارد مالية. طيب. وثالثا أنه لازم يحدد متى موعد الدوري للأندية عشان تستعد أكثر، الآن في أندية ما عندهاش موارد ومستعدة من قبل شهرين.
انت تعرف انه في 15/10 او اعلن الاتحاد 14/10 اعلن الاتحاد انه بدأ الدوري صح خلص 15/10 والى الان حتى الاتحاد لم يعطي الاندية اي رسالة اخرى تحدد متى الدوري خلصت جابت اللائحة ارسلت الاندية ملاحظات والى الان لا نعرف متى سيكون الدوري نعم لا. والله شوف انا لا الوم اندية انا لا الوم الاتحاد وانما الوم اندية لانه راضين بهذا الوضع ان يكون هكذا يعني ما هي النتيجة يعني إذا لم يكن هناك موعد محدد لموعد البطولة أو الدوري ماذا سيتورط به الأندية يعني هناك خسائر وتجهيزات وما إلى ذلك يعني ما هو المردود سيكون انعكاس على الأندية طيب هذا هو السؤال المهم وأنا نعم. كما قلت لك هنا الآن الأندية لازم لها يكون دور نعم نحن ليس رعاة أمام الاتحاد العام نحن الأندية لها تاريخها ولها بطولاتها ولا تاريخ من قبل أن يكون حتى في أعضاء الاتحاد أن يولدوا في أن يكون عن ميلادهم من سنة 1907 إلى 62 إلى 70 إلى غيره نعم فهنا الأندية إيش دورها بهذا الاتجاه المفروض يكون في اتجاه صحيح وموقف موحد لجميع الأندية ما نعم. لم الأندية كلها ترفض هذا الاسم لكن قلت لك للأسف نعم الأندية ستكون الأندية هي الضحية ما هي الرسالة الأخيرة التي تريد أن توجهها عبر قناة المهرية سواء للاتحاد أو غيره نقول للاتحاد اليمني نعم في أندية لازم تراعوها لازم تحددوا موعد الدوري لأجل هذه الأندية اللي دعمتكم بالسراء والضراء في الحق والباطل فالآن دوركم الآن أن تقفوا مع هذه الأندية ثانيا نقول لجماهير الصقر إن شاء الله شكرا يكون الصقر في مقدمة الفرق شكرا كما عودناكم دائما إن شاء الله وقوفكم معنا يزيدنا إصرار وعزيمة شكرا ومثابرة أن يكون بالتوفيق بالتوفيق يا كابتن إذا نشكر ضيفنا الكابتن علي هزاع ونتمنى للصقر ولجميع الأندية اليمنية التوفيق في المشاركات والاستحقاقات المقبلة شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف أطل علينا دوري أبطال أوروبا بجولته الثانية مساء الثلاثاء الماضي بمواجهات متوسطة المستوى نتائج غير متوقعة لفرق النخبة دقت ناقوس الخطر حول جميع الأندية يبقى السؤال من يستطيع منافسة البطل الألماني بايرن ميونخ وتجريده من لقبه الأوروبي في ظل تراجع وعدم توازن للمستويات لكبار الأندية في القارة الأوروبية؟ إذن مشاهدينا نذهب لنتابع نتائج الجولة الماضية من المسابقة الأوروبية وفي رسالتنا اليوم ما أنقصوك فأنت أجل خلق الله منزلة وأكمل سؤددا تفاخري أني نسبت لأمة يعلي مكانتها النبي محمد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي طاقم الإعداد دمتم في رعاية الله